طيب، مسؤوليه الاهلي تجاه الرياضه المصريه، كل سنه وانتم طيبين. الناس اللي بتتكلم على البطولات بقى وقلعه البطولات وقيمه الاهلي والالعاب الرياضيه اللي في الاهلي، عارفين السنه اللي باقي فيها ساعتين وتخلص الاهلي فاز فيها بكام بطوله في الاجنده الرياضيه بتاعته؟ عشان لما بنقول قلعه البطولات ودولاب البطولات يحتاج فعلا متحف كبير للنادي الاهلي. شكلك ناوي تصدمنا بالرقم، بس عايزكم تصدقوا الرقم اللي هتسمعوه دلوقتي. الاهلي في خلال 2020، كل سنه وانتم طيبين وكل سنه والاهلي بالرقم ده، خد كام بطوله في كل الالعاب اللي بيمارسها في سنه واحده؟ 455 بطوله. ايوه، 455 بطوله في كل الالعاب الرياضيه اللي بيمارسها النادي الاهلي وشارك فيها خلال 2020. الناس مش متخيله ان هم بيركزوا على بطولات الالعاب الجماعيه، لكن لما اشوف قبل ما استعرض لكم هذه البطولات في كل الاعمار، لان احنا بنتكلم ناشئين ونشئات، بنبدا من كل البطولات الرسميه اللي النادي بيشارك فيها في كل الاتحادات الرياضيه اللي هو عضو فيها، ناشئين ونشئات لغايه مستوى الفريق الاول. اخر لقطه واخر لحظه واخر بطوله واخر فرحه كانت مثيره جدا. اكبر فرحه لحظه تتويج الاهلي ببطوله دوري مرتبط السله. نفرحكم باكثر الثواني اثاره. ابو النصر حاول ياخد منه فاول، يسلم لفوده، يشوط فوده 3 بوينت ما بتجيش. الريباوند عند مين؟ ايوه كده، ايوه النادي الاهلي يفوز. الله اكبر النادي الاهلي يفوز بالمرتبط، فوز المرتبط، النادي الاهلي يفوز بالمرتبط. الف مبروك للنادي الاهلي، النادي الاهلي يفعلها النادي الاهلي في ظل ظروف صعبه ومريره تجاهه، النادي الاهلي يفعلها بكل مقاييس النجاح والقوه. هي دي روح النادي الاهلي، هي دي رجاله النادي الاهلي، هو ده الابطال النادي الاهلي. انكرونا انكر الله، الله خير الماكرين. النادي الاهلي ابطال ابطال ابطال. مبروك 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 للنادي الاهلي فوزه على فريق كبير، وكبير دي بمعانيها بكل ما تأتت الكلمه من معنى. نادي الاتحاد السكندري الكبير جدا وصاحب البطولات ياتي الفوز على نادي كبير. مبروك للنادي الاهلي، الف مليون مبروك حصوله على دوري المرتبط، الف مبروك. وادي مودي الجرحي كابتن الاهلي وشعار النادي الاهلي. مليون مبروك لكل الاهلاويه وكل الناس اللي اتفرجت علينا، الف مليون مبروك. انا مش عارف اتكلم بصراحه، انا مش عارف اتكلم. يعني انا كنت اتمنى تيجي الدقيقه الاخرانيه، انت احنا جبنا لكم الفرحه، لكن لماذا الفرحه عارمه؟ لازم نعرف كواليسها. احنا طول المباراه لم نتقدم الا في اخر دقيقه. احنا كنا في وقت من الاوقات بعد الفتره الثانيه متاخرين ب 21 بونت يا استاذ ابراهيم. انا كنت بقلب وارجع اقلب وارجع 21 بونت، قلت لا دي هتخلص لها 30 40 بونت. ما بعدين بقيت اتلصص كده وارجع علينا بنقرب. الدقيقة 58 يبدأ الأهلي يتقدم لأول مرة في المباراة، وإيهاب أمين الذي غاب عن المباراة السابقة هو زميله الجندي عمرو الجندي، الاثنين ومعاهم طبعا عمر طارق ومعاهم عبد الفضيل، يعني خمسة من اللاعيبه الدوليين او محمد مصطفى، خمسه من منتخب مصر غابوا بسبب الكورونا، ويعود قبل ساعات من المباراه اثنين منهم. الاثنين دول انا بتوقف ليه عندهم؟ عمرو الجندي وعمر طارق وإيهاب امين، لان الاثنين كان لهم دور كبير جدا، وخصوصا إيهاب امين في اللحظات الأخرانية هو صاحب آخر ست نقاط التي استطاع الأهلي أن يعوض وأن يتقدم بيها. وبعد كده فاضل كانت 13 ثانية، احتبست الأنفاس وهم بيرموا. سيف سمير بقى لا، سيف سمير طبعا حسمها بآخر الأخيرة بالأخرانية بتمرير عبقرية من أليكس ولا مش عارف من مين الحقيقة.
من عمرو الجندي. الحقيقه ملحمه ملحمه ملحمه. انت الماتش اللي فات لعبت ناقص جدا وكنت كسبان لاخر وقت، وبعدين باتنين تكنيكال فاول تخسر المباراه. ايوه فخلاص الاتحاد السكندري ضامن. احنا كسبنا المرتبط الماتشين وكسبنا الماتش الحاسم، ولذلك هي بطوله من البطولات النادره والغاليه جدا جدا جدا. كل التحيه والفخر. كره السله بتتبني بقى لها سنتين يا استاذ ابراهيم. ايوه يعني انا ما زلت اتذكر مش السنه دي اللي قبليها، وبيكلمني الكابتن رفعت عبد القادر بيقول لي بقول لك ايه، انا عايزك تفضلي السنه دي في اتجاه ان المجلس قال ركز معايا بقى، عايزين نبني الهاندبول والفولي احنا مطمنين والباسكت بول. والحقيقه على مدى سنتين تم بناء فريق هايل جدا في الباسكت، عشان كده كنا حريصين ان النادي لازم تبتدي ببطوله. ايوه يعني كان هيبقى ضربه قاسيه ان الاهلي ما يكسبش البطوله دي، لانه جايب تدعيمات هايله جدا وصارف مبالغ. ومن السنه اللي فاتت حتى الموسم اللي فات بيلعبوا فاينل كلهم. لا ما هو ابتديت السنه اللي فاتت وزودت السنه دي كملت بعمرو جندي صحيح واعتقد مش عارف حاتم جه السنه دي ولا السنه اللي فاتت، اعتقد السنه دي برضه. لكن اللي عايز اقوله لك عندنا فريق كويس قوي دلوقتي، وبعدين الجميل بقى انت هتستعرض البطولات هتلاحظ ان الاهلي هو في المراحل السنيه ناشئين وناشئات يكتسح البطولات الجماعيه والفرديه.